في مصر هي أول مرة نشجع الجزائر خارج الوطن. اليوم اللي ربحوا فيه الكوت ديفوار وتأهلنا لدور النصف النهائي، صديق من الأصدقاء اتصل بي في الهاتف قال لي واش كما احنا نقولوا ماذا نفعل؟ قلت له ماذا؟ قال لي نروحوا لمصر نشوفوا المنتخب الوطني نكملوا نساندوهم فيما بقى من الدورة. قلت له خلاص على بركة الله. كي جيت لمصر أول حاجة طيبة الناس تاعها، رحبوا بنا، استقبلونا أحسن استقبال. نشجع الجزائر من اللي زدنا، احنا متربيين على حب الوطن. نهار جملة نتبعوا بها الجزائر اللي راهي معروفة حاليا عالميا هي 1 2 3 فيفا لاجيري. وهنا في مصر كاين كامل ببلايلي وما شابه باللاعبين اللي فرحونا في هذا الدورة ان شاء الله. قبل كل ماتش ككل الجزائريين نحضروا رواحتنا، نلبسوا القمصان الوطنية، نوجدوا العلامات، علم الوطنية أكيد. احنا نشوفوا رياض محرز ومحمد صلاح يعني في مستوى عالي، في اثنين يعني ما شاء الله، واحد فاز بالبطولة واحد فاز بكأس. فرحتونا وبينتونا باللي صح تحبوا البلاد وتلعبوا البلاد، ومع جمل بالماضي حسيناكم باللي صح وطنيين وجينا معاكم لمصر، وماذا بينا ان شاء الله تكملوا هكذا والافضل ان شاء الله، وبارك الله فيكم.